دكتور برضو خلينا نعرف من حضرتك يعني ايه حوسبة سحابية، يعني كمصطلح ممتاز يعني ممتاز تمام. بص حضرتك، زمان لو جه شركه صغيره ستارت اب زي ولادنا اللي اتكلم عنهم معالي الرئيس في الخطاب، واللي هو نفسه ان كلهم يفتحوا شركات ناشئه في مجالات تكنولوجيا المعلومات، حب يعمل شركه ناشئه. اي حلم اي شاب بيعمل اي شركه ناشئه هيدور على مكان يستضيف فيه بياناته. كان زمان ما قداموش غير انه يعمل سيرفر او خادم زي ما بيتقال عليه باللغه العربيه، يستضيف شركته وتطبيقاته والحاجات اللي عايز يشتغل فيها كلها. لو شاب ناشئ او شركه ناشئه بلا شاب وعايزه تعمل مركز بيانات صغير، او شاب عايز يجيب سيرفر صغير ويوصله بالانترنت ويوصله وصل، رقم الحاجات دي رقم ضخم جدا. ده مش جهاز كمبيوتر، ده سيرفر قدراته الحوسبيه ضخمه. فانا النهارده لما اقول شركه متوسطه الحجم في مصر عايزه تعمل مركز بيانات بتكلم في 30 مليون جنيه. ده رقم كبير جدا جدا. تخيلي حضرتك ان انا النهارده الشركة دي ممكن تأجر على السحابة المصرية الموجودة ما يناظر اللي كانت هتستفيد بيه بمركز البيانات بالظبط، بإيجار شهري يوصل مثلا 5000 6000 جنيه في الشهر. إيه رأي حضرتك بقى الرقم ده والرقم ده؟ هيبدأ كده بسهولة ولا لأ؟ طبعا. طيب ولو حب قدام شوية، لو الشركة دي بعد 5 سنين كانت كبرت ومركز البيانات بتاعها اللي كان ب 30 مليون جنيه ده كان موجود وحابة تكبره، هتصرف حاجات طائله طبعا، وهتستنى لحد ما يوصل للاخر كذا؟ لا، السحابيه بقى فيها ميزه ظريفه قوي. اولا هي مش في السحاب، ده عشان نوسط الدنيا، هو مسمينها كده لانها ماشيه معاكي في مكان ما تكوني زي السحاب من اي حته تاخدي خدمات منه. دي يعني برضو خليني اتاكد من حضرتك، دي زي اللي بيطلق عليها او الدارج او الشائع عنها الاي كلاود او الكلاود؟ بالظبط، هي دي الكلاود، المسمى بتاع السحابه هي كده. النقطه الثانيه هي خادم سيرفرز او مركز بيانات بس بالطلب، وبتاخدي منه خدمات متعدده. الخدمات المتعدده دي اللي انا بتكلم عنها دي اسمها خدمات استضافه. يبقى انا النهارده، وبعدين خدمات استضافه فيها ميزه ظريفه قوي، انا النهارده شركتي كبرت بعد 3 شهور هكبر، بعد 4. السحابه فيها ميزه انها قد ما عايز اخد اخد، اكبر 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 زي ما انا عايز. ده ميزه. الحاجه الثانيه دي اسمها خدمه استضافه بس، لا ده في خدمات ارقى من كده. يعني في برامج معروف ان رخصها العالميه بال50,000 دولار ولا 40,000 دولار، اللايسنس الرخصه. مين يقدر على رخصه حاجه زي كده لو عايز البرامج دي يشتغل بيها في شركه؟ فبدل ما تشتري البرنامج هو على السحابه وانت عايز تستخدمه قد ايه في الشهر؟ 20 ساعه، الساعه بقد كذا بايجار بسيط جدا. يبقى انت السحابه خدت منها خدمه برمجيه مش استضافه. فانا خدت البرامج اللي بمبالغ قد كده على قد ما انا عايز استخدمها وبس. ففي خدمات عديده جدا ممكن تقدم، ان استضاف، ان انا اخد، ممكن اخد جزء تخزيني ليا خاص بيا كمان. في خدمات عديده ممكن تقدم من الحوسبه السحابيه.